الأول مرتين؟ أوه نايس والله صراحة وايد حلوة، يعني ما توقعت كذي. أول مرة خفت صراحة، خفت بعدين الحفل مال البوم كان حفني مني لأنه كانوا بسرعة عشان ما يقلب معاهم، كان في هوا، بس وايد حلو رائع. بس ثاني مرة كنت أجرأ وكانت وايد حلوة، يعني شيء مو طبيعي. هل بنتك سوزان محمد؟ لا، هو الفريق غلب، احنا كنا مشاركين يعني زيادة عدد، بس بالأمانة هي رياضة كريمة. أنا اكتشفت إنها رياضة إكستريم، يعني هي رياضة كريمة، إنه يحق لي لكل قارب إنه يكون معاهم مشارك، وعلى حسب قدرة المشارك اللي كان يقدر يساعدهم أو ما يعاونهم. بس احنا حاولنا نعاونهم نوعا ما في الوزن، يعني مرة تنقل الجانب الأيمن والأيسر. احنا متعودين نتحرك في مساحات، هي مساحة ضيقة والأحبال متكررة ومتعددة، فممكن أثرنا عليهم بعض الشيء وتحملنا منهم وتحملونا على كثرة أسئلتنا. يعني بصراحة شو رأيك باللياقة البدنية واللياقة البدنية اللي يقوموا بها الشباب؟ هم بين طبعا ان هذا فيها يعني لابد ان يكون في هناك لياقة بدنية، لياقة يعني ذهنية عالية، يعني اكثر من حديث متداول، اكثر من حركة، اكثر من اجراء يتخذ في الدقيقة الواحدة، غير ان يخافونك ودائما يحاطوني على سلامتي، يعني دائما يقول لي انزل اصعد دير بالك من الاشراع، فيعني اكثر من جهد متداول يحتاج ان الانسان يكون صافي ذهن، يعني ما عنده مشاكل سريعة.